حق يا ابني. اصحاب الشغل صفوا كل حسابات والدك الله يرحمه، مكافئة نهايه الخدمه على الاجازات على اللي فاضل من المرتب، وجمعوا المبلغ كله وادوهولي امانه، وطلبوا مني ان انا اسلمه لاي حد من اهله. الحقيقه انا ما كنتش نازل مصر في الوقت ده، فحطيت المبلغ بالكامل وديعه في البنك، وقلت وانا نازل اخر السنه ابقى اسحب المبلغ وابقى اسلمه لحد من اهله. ومن ساعتها وانا ما نزلتش. وايه اللي منعك من النزول يا عم توفيق؟ حوار طويل قوي. موضوع كان ابوك واقف لي فيه وحذرني بدل المره 1000، وانا برضو كنت عايز اعمل اللي في دماغي. ولما راح نفذت فعلا اللي في دماغي. اتجوزت واحده اجنبيه كانت بتشتغل معانا في المشروع، وخدتني معاها بلدها. وفضلت اتنقل بقى ما بين البلد اللي بنشتغل فيها وبلدها، رايح جاي. نسيت اصحابي، نسيت اهلي اللي في مصر، نسيت كل حاجه، وفضلت ماشي وراه. طمني، الموضوع عدى على خير ولا ايه؟ لا، زي ما ابوك حسبها بالظبط. رجعت في مره لقيتها بتخوني، ما دريتش بنفسي وما فقتش الا وانا مقبوض عليا. اتحبست كتير، سنين كتير قوي. بطلت عدها، واول ما افرجوا عني سحبت فلوسي وفلوس ابوك الله يرحمه ونزلت على مصر. وقلت اول حاجه اعملها اقرا له الفاتحه وادور على اي حد من عيلته واسلمه الامانه. والحمد لله ولاد الحلال دلوني عليك. الله يا عم توفيق، انت دليل من ربنا ليا ان الدنيا دي لسه بخير. ولسه ما هتشوف يا ابني، بس اهم حاجه دور على حد بيحبك زي ابوك، عشان هو ده اللي هيرشدك ويشاور لك على الطريق السليم. واهم من كده انك تسمع كلام عشان ما تتوهش التوهه اللي تاه فيها عمك توفيق. انا اي حد غيرك عم توفيق كان خد الفلوس دي واختفى. لا يا ابني، حد الله، دي امانه. وبعدين يا ابني هعمل بيها ايه؟ هو اللي فاضل في العمر قد اللي راح. ربنا يديك الصحة يا رب واجعله في ميزان حسناتك. تعرف أنا لو ما كنتش لقيتك كنت خدت الفلوس دي وبنيت بيها جامعة، ويبقى الأجر والثواب لروح أبوك الله يرحمه. الله يرحمه. الله يرحمه. تصدق ما بيعديش عليا يوم إلا واحدة أفكر، يا ترى لو كان أبوك الله يرحمه ما ماتش وفضل واقف لي في موضوع الجوازة الهباب دي، كان زماني بقيت فين دلوقتي؟ بس يلا، كل واحد بياخد نصيبه. الحمد لله على كل شيء. اللي خلف ما ماتش يا ابني. الله يحفظك يا رب. خد يا ابني. اتفضل. ايه ده كله يا عم توفيق؟ دول 60,000 جنيه بالتمام والكمال. اصل فلوس ابوك وفوائدهم كمان. وهنا هتلاقي كل الايصالات وكل كشوف الحسابات بتاعت البنك عشان ترجعهم بنفسك. ايوه بس دول كتير قوي. ده حقك يا ابني، ورثك. ربنا يوفقك، اسمح لي بقى امشي. لا وربنا ما يحصل، تتغدى معايا النهارده. ربنا يخليك يا ابني. حقيقة انا من الصبح وانا في الشارع والعظمه كبرت ما بقتش تستحمل. اكيد هنتقابل تاني، ده انت ابن الغالي. حبيبي عم توفيق، خلي بالك من نفسك يا ابني. حاضر يا غالي. السلام عليكم.